الآن وصلنا جميعا تتويج الخاص بكأس العرش، وقبل ذلك البنات غناخدو على الفريق المحتل للمرتبة الثالثة. دي ديستروير بطبيعة الحال اللي كتكون من زكريا سيكي نعمان السرغيني وأميمة أطراسي. إذا هذا هو الفريق المحتل للمرتبة الثالثة. كي نعمان السرغيني وأميمة أطراسي. المرتبة الثالثة. أننا الآن غادي نعيشوا التتويج الخاص بكأس العرش. المرتبة الثالثة. The Destroyer. زكريا حسيكي، نعمان سترغيني، أميمة أطراسي. المرتبة الثالثة. الفريق المحتل للمرتبة الثانية نادي البلدي تشيرا اللي متكون من يوسف المتوكل خالد خاتم أميمة الرحماني. أما الفريق الفائز بالنسخة الأولى لكأس العرش في مدينة الناظور، نعم هو فريق أمل إسكان المكون من نبيل كوسكوس أمين فريق كريمة كانون رضوان رئيسة الجامعة الملكية المغربية الرياضة للجميع. ولا ننسى بطبيعة الحال البطل ديالنا سي عزيز داوتا سبيقة حارة الأستاذ غادي ننادي أولا على زكريا حسيكي نعمان السرغيني أميمة أطراسي واللي غيسلم ليهم الجائزة هو السيد عزيز داوتا. عزيز السيد ممثل جال اولمبيا. اذا ابطال كاس العرش للنسخه الاولى بمدينه الناظور. Romantic, I know it's not around. Together, it's a candy ride.